انا معكم اخوتي سلم ربي صوب قلوبكم. بتذكر اليوم البابا يوحنا 23 القديس الحبيب كان يسموه يوحنا الذي يمشي الذي يسير، جوني ووكر كان يقولوا له قد ما بيطلع وبيمشي. كان هذا البابا رح زار السجون، زار دار الايتام، زار مستشفيات الاطفال. بحدى زياراته لمستشفى الاطفال بيكون في طفل ما بيتجاوز عمره 6 سنين او 7 سنين ماكسيموم، هو نايم الولد ومريض جدا، كان عم يزور البابا وعم يحكي هو وياه امور. فبيقول له الولد انا بس اكبر بدي اعمل يا شرطي يا بابا مثلك. برد عليه البابا بكل تواضع وبكل حنيه ورقه اطفال، بيقول له انا برايي انه تعمل شرطي. ليش؟ لانه الشرطي بدها قوه وبدها شجاعه. حي الله حدا بيعمل بابا، هيا نشوف انا عملوني بابا. مش معقول شو هالتواضع وطيبة القلب يا قديسنا الحبيب البابا يوحنا 23. شفاعتك تكون معنا جميعا بهالعمق المحبة اللي عندك، بركتك معنا جميعا، امين.